بحث رئيس تحالف العزم خميس الخنجر ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي بحثا آخر المستجدات السياسية والملفات ذات الاهتمام المشترك. الخنجر وبعد استقباله الحلبوسي والوفد المرافق له في منزله ببغداد قال عبر تصريح ليو تي في إن التحالفين ناقشا سبل إيجاد توازن حقيقي في الحكومة المقبلة واستكمال الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على أهمية توحيد الصفوف وتحقيق ما تصبو إليه المناطق المحررة، وفي مقدمتها إنجاز ملفات المغيبين وإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة. ناقشنا القضايا الكبرى اللي تخص ساحتنا ومحافظاتنا والتحديات القادمة، وركزنا على ملف عودة النازحين وما هي خططنا المشتركة في هذا المجال، وكذلك أثرنا بقوة موضوع المغيبين ويجب أن أكون حاضرا بين الكتلتين في حواراتهما القادمة حول تشكيل الحكومة. يجب أن نعرف مصير هؤلاء ويجب أن ننهي هذا الملف، لأنه ملف إنساني قبل أن يكون ملف سياسي، ولذلك تم الاتفاق على خطة في هذا الأمر. والنقطة الأخرى هو موضوع إعادة المحاكمات لآلاف أو لعشرات الآلاف من السجناء المظلومين الذين أخذت الاعترافات منهم بالظلم والتعذيب والترهيب، وموضوع إعادة الإعمار لهذه المدن، لأنه هذا الملف أيضا لحد الآن الحكومة لم تخصص أي ميزانية لإعادة الإعمار لهذه المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي